مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. في بداية الأسبوع وخاصة يوم الأحد أجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات بإذن الله، يوم الاثنين غائمة جزئيا وباردة نسبيا وبعض الأمطار في الصباح، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء إن شاء الله ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، الأمطار تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشرقية من المملكة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، وأيضا هناك رياح غربية نشطة مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قبل الهطول. والأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة المتوقعة: المناطق الشمالية العظمى 13 والصغرى 6، المرتفعات الوسطى 12-6، والمرتفعات الجنوبية 10-3، الأغوار البحر الميت 23-10، وخليج العقبة 21-9، والمنطقة الجنوبية الشرقية 14-4، والبادية الشرقية 14 إلى 8 درجات مئوية. أجواء باردة غائمة ماطرة يوم الأحد. يوم الاثنين يضعف أو تضعف فرصة هطول الأمطار، لكن تبقى فرصة هطول الأمطار موجودة في المناطق الشمالية، وتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة خاصة غائمة في المناطق الشمالية والشرقية، وأيضا تبقى درجات الحرارة أقل من المعدل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 12 والصغرى 6، المرتفعات الوسطى 12-8، والمرتفعات الجنوبية 11-6، والأغوار البحر الميت 23-12، وخليج العقبة 21-11، والبادية الجنوبية الشرقية 15-7، والبادية الشرقية 19-8. أما يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء استقرار تام على الأحوال الجوية، ارتفاع بداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، أجواء تقريبا في ساعات الظهيرة والظهر بتكون لطيفة لكنها باردة نسبيا ليلا. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 16 والصغرى 8، المرتفعات الوسطى 16-11، والمرتفعات الجنوبية 16-10، والأغوار البحر الميت 27-17، وخليج العقبة 26-17، والبادية الجنوبية الشرقية 20-11، والبادية الشرقية أجواء مغبرة 22 درجة العظمى والصغرى 10 درجات مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، تقريبا ما بين 2-4 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 20 والصغرى 13، المرتفعات الوسطى 21-14، والمرتفعات الجنوبية 21-13، والأغوار البحر الميت 31-21، وخليج العقبة 30-20، والبادية الجنوبية الشرقية 24-13، والبادية الشرقية 24-13 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3-5 درجات مئوية على الأقل إن لم يكن أكثر، وتظهر بعض السحب العالية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 25-17، والمرتفعات الجنوبية 24-14، والأغوار البحر الميت 33-21 درجة، وخليج العقبة 32-20، البادية الجنوبية الشرقية 27-15، والبادية الشرقية 28-16 درجة مئوية. يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة
حرارة أعلى من المعدل بشكل واضح، أجواء دافئة نسبيا بشكل عام لكنها لطيفة أثناء الليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 26-14 والمرتفعات الجنوبية 25-14 والأغوار البحر الميت 33-23 وأيضا العقبة 33-22، البادية الجنوبية الشرقية 29-17 والبادية الشرقية 31-17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.